ظهير ايسر وديفندر ومهاجم على رادار الاهلي. يا ترى مين اللعيبه دول وايه مميزاتهم وازاي الاهلي يقدر يستفيد منهم؟ لكن في البدايه كل سنه وحضراتكم طيبين وعيد سعيد ويا رب دايما تكونوا بخير وصحه واحسن حال. واول اللعيبه المميزه اللي هنتكلم عنها وهنرشحها هو المهاجم اللاعب الجزائري محمد الامين عمورة. لعيب عمره 23 سنه ودولي ومركزه مهاجم صريح وبيلعب في نادي لوجانو السويسري، واهم مزاياه ان هو لعيب سريع وبيسرع الريتم وكمان بياخد قراراته بشكل سريع. ومن مزاياه كمان ان هو بالرغم من كونه مش طويل وطوله 176 سنتي الا ان هو بيجيد الراسيات بشكل كبير جدا، بيلعبها بشكل مميز جدا من حيث الارتقاء ومن حيث كمان ان هو يركنها في اقصى الزاويه او يلعبها بدقه. محمد الامين عمورة بدايه لعبه كانت مع نادي وفاق سطيف مع احمد قندوسي، وبعدها انضم لمنتخب الجزائر المحليين ثم منتخب الجزائر الاول، وفي اقتناع كبير جدا بيه من جمال بالماضي مدرب المنتخب وكمان الجمهور الجزائري واطلقوا عليه رياض محرز الجديد. محمد الامين عمورة بيلعب حاليا في نادي لوجانو السويسري، والموسم الحالي لعب 43 مباراه، سجل 17 وصنع 11، وقيمته التسويقيه 2 مليون يورو. اما تاني اللعيبه المميزه اللي هنتكلم عنها وهنرشحها للنادي الاهلي هو الديفندر، لاعب نادي فيوتشر غنام محمد، وطبعا الناس اللي متابعيني كويس عارفين ان انا اتكلمت عنه في اكتر من حلقه. لعيب مميز وسوبر، وبشوف ان هو لاعب تقيل ولكن مش واخد حقه ومش منور زي لعيبه تانيه ممكن تكون اقل منه في الموهبه. غنام محمد بيلعب ديفندر رقم 6 زي حمدي فتحي، وبسم الله ما شاء الله بيمتلك اغلب المواصفات بتاعه الديفندر المميز والسوبر، بيلعب بشكل مميز في المساحات الضيقه ومن افضل اللعيبه في نص الملعب في المهاره والمراوغه تحت الضغط. اغلب اللعيبه اللي بتلعب في مركز الديفندر بيكون الستايل ان هو يلعب السهل ويسلم ويستلم باسرع حاجه وباسهل حاجه، ولكن غنام محمد بيعرف يعمل ده بشكل كويس، بالاضافه كمان ان هو بيجيد المراوغه والمهاره، وبالتالي ده بيخليه عنده ريتم وبيحافظ على سرعة الهجمة. ده غير كمان ان هو ما شاء الله عنده وعي تكتيكي كبير جدا. على سبيل المثال عايزك تشوف ازاي الراجل ده بيحاول يجري في المساحة اللي في ظهره، ولكن هو قرى الليلة وقطعها ولعبها لزميله بمنتهى البساطة. ده غير كمان ان هو دايما بيعمل تكملة لقدام ومميز جدا في التسديد. غنام محمد عمره 26 سنة وقيمته التسويقية 400,000 يورو. اما بقى ثالث واخر اللعيبة اللي هنتكلم عنها واللي هنرشحها للنادي الاهلي، وهو واحد من اللعيبة المميزة والتقيلة في مركز الظهير الايسر. طبعا لو هنتكلم عن مركز الظهير الايسر لازم الاول نشيد بعلي معلول وبدوره مع النادي الاهلي على مدار الكام سنة الاخيرة. الراجل اللي لعب لوحده بشكل اكتر من رائع في المركز ده على مدار سنين، واللي لو كان اي لاعب غيره ملوش بديل كان هيبدأ ان هو يستهتر ويصاب بالغرور. الظهير الايسر اللي هنتكلم عنه هو اللاعب يحيى عطيه الله، اللاعب المغربي واللي شارك مع منتخب المغرب في كاس العالم، واللي عنده خبره بسبب طبعا مشاركاته مع نادي الوداد والمنتخب المغربي، وبالتالي بقى لعيب تقيل وعنده شخصيه. بنتكلم في لعيب شارك في كاس العالم وشارك كمان في اخر سنتين في نهائي دوري ابطال افريقيا. يحيى عطيه الله اهم مزاياه ان هو بيجيد العرضيات بشكل مميز جدا، واغلب عرضياته بتكون متقنه بشكل كبير، ومن مزاياه كمان ان هو بيلعب الفاولات باتقان كبير وبيقدر ان هو يلعبها بشكل رائع مبارع ومميز. ولكن في ظل الكلام الجميل ده عنده نقطتين ممكن يكونوا بيسببوا مشكله في ان الاهلي يتعاقد معاه. اول حاجه ان الراجل ده سنه كبير، بتتكلم في 28 سنه، والاهلي الفتره دي وعموما يعني بيحاول ان هو يتعاقد مع لعيبه صغيره شويه، بتتكلم من 20 لحد 24. والنقطة التانية ان هو لعيب اجنبي ومحترف، وبالتالي لو جه هتبقى حاجة غريبة جدا وما بتحصلش كتير ان انت يبقى عندك اتنين لعيبة بيلعبوا مع بعض في نفس المركز. فاحب اعرف رأيك انت في يحيى عطية الله، وهل لو جه هيبقى مشكلة ولا هيبقى مفيد للاهلي؟ واحب اعرف رأيك كمان في الثنائي اللي اتكلمنا عنهم، محمد الامين عمورة وغنام محمد. وما تنساش كمان تعمل لايك وشير، ولو بتتابعني ومش بتعمل فولو ما تنساش دلوقتي تعمل فولو وتعمل كمان سبسكرايب على اليوتيوب، واشوفك في فيديو جديد.